وحرية حرية 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 ولا للقبضة الأمنية ولا أحكام عرفية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد آخر المرسلين. الإخوة والأخوات الأفاضل الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في هذه الأمسية لنؤكد على ما أكدنا عليه على مدى الأسابيع الماضية برفضنا لهذا القانون الظالم، هذا القانون الذي يعادي الحريات، هذا القانون المجهض للديمقراطية التي نتطلع إليها. وفي الحقيقة لم يرفض قانون عرض سابقا كما هذا القانون، فالرفض من كافة فئات الشعب، حتى مجلس الملك مجلس الأعيان عودنا على أن يصادق على القوانين بالإجماع، إلا في هذا القانون كان هناك في معارضة وارتفعت بعض الأصوات تطالب بالتروي على الأقل، ولكن للأسف حتى هذا القرار لم يمر. وأيضا عادت العشائر لتمارس دورها الذي مارسته في بداية تشكيل هذه الدولة عندما كانت هي القيادة للعمل السياسي في مؤتمراتها الوطنية ومواقفها في الدفاع عن الوطن وعن فلسطين، وعندما كانوا شيوخ هذه العشائر يتصدوا لهذه المواقف. الآن العشائر أيضا وقفت هذا الموقف، والمطلوب من بقية العشائر أن تقف هذا الموقف، ونحن نعلم أنهم هم ضد هذا القانون لأنهم يعلم بأن هذا القانون يكمم الأفواه. فنحن ناشد أحفاد الناجي العزام وكايد بن عبيدات وراشد الخزاعي اللي ابنه كان يحكي وكلاب الشريدة وسليمان السودي مران معايطة دوان مجالي، كل هؤلاء مذقال الفايز، كل هذه الشيوخ أبنائهم الآن وأحفادهم مطالبين في الحقيقة في الدفاع عن هذا الوطن. هذا القانون يأتي في مرحلة في غاية الخطورة، كلكم يسمع ويرى ماذا يحدث ضرب النار وما يحيكه العدو الصهيوني من مؤامرات ليس فقط على فلسطين، علينا. شاهدتم خارطة سموتريش وكيف أن الأردن جزء من إسرائيل، ونسمع الآن صباح مساء عن ضم الضفة الغربية، ونسمع ولم يعودوا يعني يختلوا أو يخفوا أنهم يريدون هدم الأقصى وبناء الهيكل. بمثل هذا القانون يتم تحشيد المواطنين والناس لمجابهته، والخطر يهدد الأمة كلها. ليس هكذا يا حكومة، وليس هكذا يا نواب، وليس هكذا يا أعيان. يجب أن تستمعوا إلى ضبط الشارع وإلى صوت الشعب. لقد طالبنا جلالة الملك بأن نضغط من تحت، ووعدنا بأنه سيضغط من فوق. نقول لجلالة الملك ها نحن نضغط، ونتمنى عليك يا جلالة الملك أن تضغط من فوق برد هذا القانون حماية للأردن، الأردن الأرض، الأردن الشعب، والأردن العرش. والسلام عليكم ورحمة الله. شعبي شعبي نادي نادي، وأردن وطني ديمقراطي، وأردن وطني ديمقراطي.